بداية شهر فبراير الحالي، تركيا تعلن لا حق لمصر في التنقيب عن الغاز شرقي بحر المتوسط، وحجتها في ذلك أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم دولياً بين قبرص ومصر منذ العام 2003 ليس قانونياً برأيها، لترد مصر ولتتسارع التطورات وتصل إلى تلويح مصر بالتدخل العسكري لحماية حدودها، وترد أنقرة بتلويح مماثل. ما دخل تركيا بالحدود بين دولتين؟ ولماذا وصل الأمر إلى تهديدات بالتدخل العسكري؟ عام 2015 أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اكتشاف حقول للغاز في شرق البحر المتوسط تقدر قيمة الظاهر منها بنحو 700 مليار دولار، وتكفي لتزويد العالم بأسره من الغاز لمدة عام. حقول الغاز المكتشفة تقع جنوب شرق المتوسط بين مصر وفلسطين والأراضي المحتلة ولبنان والحدود الجنوبية الشرقية لقبرص. ولكن ما دخل تركيا؟ هذه المناطق بعيدة عن حدود تركيا تماماً، لذلك لم تجد أنقرة منفذاً لثروات المنطقة سوى حمل لواء القبارص الأتراك، إذ تحتل تركيا شمال قبرص منذ 1974 مقيمة به دولة لا يعترف بها أحد سواها. وبما أن المياه الاقتصادية للدول تبلغ عادة 100 ميل بحري من حدودها البرية وفقاً للقانون الدولي، تحاول تركيا إثبات أن قبرص ليست دولة ولكن جزيرة، كي تكون مياهها الإقليمية 12 ميلاً ونصف فقط، والهدف الاقتطاع من حصة قبرص في المياه الاقتصادية لصالحها هي. ولكن كيف تتدخل تركيا بشؤون مصر البعيدة تماماً عن الحدود البحرية التركية والواقعة على المقلب الثاني أساساً من البحر المتوسط؟ صدف أن كشف حكم صادر في قضية منفصلة تماماً مرفوعة من خلال المحاكم المصرية خلال العام الماضي 2017 عن وجود اتفاقيتين بين مصر وقبرص، الأولى عام 2003 والثانية عام 2013 لتحديد المياه الاقتصادية وترسيم الحدود بين الدولتين. الاتفاقيتان أودعتا في الأمم المتحدة وتؤكدان حق مصر بالاستثمار في شرق حوض المتوسط إلى جانب قبرص. ومع بدء مصر وقبرص بالتنقيب وبسبب مشاكل كل من الدولتين مع النظام التركي، اتفقتا على تصدير الغاز عبر اليونان إلى إيطاليا لتجنب المرور بتركيا. أدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن دول شرق المتوسط تنوي تجاهل تركيا وربط عمليات التصدير لحقولها مع اليونان، فعاجل أولاً إلى الإعلان عن اتفاق استئناف العلاقات المعلنة بين إسرائيل وتركيا في 26 من يونيو العام 2016 بعد قطيعة ظاهرية استمرت لست سنوات، وذلك بهدف إغراء إسرائيل بتصدير الغاز عبر خطوط أنابيب تمر بالأراضي التركية إلى أوروبا كما رجحت التحليلات الصحفية حينها. إلا أن المشروع ما زال معلقاً لأن حتى هذا الخط سوف يمر بالحدود البحرية لقبرص. بعد فشل المحاولة الأولى لجأ أردوغان إلى اليونان، وقام في ديسمبر عام 2017 بأول زيارة لرئيس تركي إلى اليونان منذ 65 عاماً تحت عنوان دفع محادثات توحيد قبرص، لكن الزيارة انتهت بتبادل الشتائم بين الطرفين. وبعد كل هذه المحاولات الفاشلة لجأ أردوغان إلى التصعيد والتهديد بالتنقيب عن الغاز خارج حدود بلاده المائية، ولكن تحت عنوان الدفاع عن حقوق القبارص الأتراك. ففي الرابع من فبراير الحالي أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن تركيا تخطط لبدء التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، ملغياً من جانبه الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص اليونانية لترسيم الحدود بين البلدين، واصفاً إياها بغير القانونية. وبعد 3 أيام في 7 فبراير ترد مصر بالتحذير من المساس بحقوقها وتلوح بالتدخل العسكري لحماية حدودها القانونية، لكن تركيا استمرت بالتصعيد
وقامت في 11 من فبراير باعتراض سفينة إيطالية للتنقيب عن الغاز في المتوسط متجهة إلى الحدود البحرية المصرية القبرصية، رغم أنها لم تمر بالحدود البحرية القانونية لتركيا. ليتبع ذلك تصعيد تركي آخر في 14 من فبراير، حين صرح أردوغان بتهديد وتوعد اليونان وقبرص بالتدخل العسكري بسبب تنقيبهما عن الغاز في البحر المتوسط. وهو كما أوضحنا فإن التنقيب الذي تقوم به الدولتان يتم وفق اتفاق دولي مبرم بينهما. بالعودة إلى التفاصيل القانونية، لا يمكن لتركيا التنقيب عن الغاز في شرق جنوب المتوسط دون ترسيم حدود دولية جديدة بين الدول المعنية، ولا تستطيع مد أنابيب غاز من إسرائيل دون موافقة قبرص التي لن توافق دون حل أزمة توحيد الجزيرة التي تحتل تركيا شمالها. ولجهة مصر فإن عمليات التنقيب التي شرعت بها في حقل ظهر العملاق هي ممارسة لحقها القانوني، وعليه فإن الموقف التركي قانوناً وفعلاً هو تعد واضح على كل من مصر وقبرص واليونان أيضاً، كون التهديد العسكري طالها هي أيضاً.